ايه اكتر مبلغ لقيته في الشارع وانت من 1000 جنيه ما لقيتش قبل كده فلوس خالص للاسف 50 جنيه 20 جنيه لا انا ما بلاقيش والله يعني نفسي الاقي اقسم بالله محسوبك ملك الفقر في العالم 20 جنيه 55 والله ما لقيت فلوس خالص 20 جنيه جنيه اقسم بالله لازم جنيه لا انا لقيت موبايلات ما كنتش بلاقي فلوس 5 جنيه والله وامبارح وجبت لها 2 كبده ما لقيتش فلوس خالص انا ما لقيتش فلوس خالص لقيت 100 جنيه كان 50 جنيه لقيت 20 جنيه اتمنى ان اتكرر تاني يعني بقالي 5 سنين ما لقيتش فلوس عملت بيه خرجت بيهم واتباجني وربع روحت بيه قسمت انا وماما واخويا دخلت والله الجامعه واحد صاحبي قال لي عايز اشرب قهوه جبت 2 قهوه انا هو ب 20 جنيه سالت عن صاحبه ما لقيتوش وديتها جامع اصرف واجيب اي حاجه خدتها وحطيتها في الجامع بصراحه مش فاكره كنت صغيره مش فاكره عملت ايه ب 20 جنيه